الزملاء كورة داخل منطقة هدف 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 لفريق بركان. بركان يقول اليوم اليوم هو يوم النهضة، اليوم هو يوم بركان. مونديلي محاولات للاختراق، فرصة خطيرة للفيتا كلوب، التعادل والتعادل، فيتا كلوب يتمكن من التعديل على إثر خطأ في المحور الدفاعي، خطأ كبير بصراحة من البوركينا. موكوكو موكوكو معاه النمساوي، كرة داخل المنطقة والهدف الثاني، الهدف الثاني، الهدف الثاني لفريق فيتا كلوب. في مشكلة عند النهضة البركانية في الأطراف، فيتا كلوب تلعب لوانتو، محاولة خطيرة، فرصة الثالث والهدف الثالث، الهدف الثالث لفريق فيتا كلوب. الخبرة الخبرة تكسب العنفوان.